وتستمر المناقشات حول قرارات ترامب والتقييم لأول 100 يوم له في الحكم. في برنامج اليوم زرنا واحدة من الولايات التي أهدت الرئيس ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة، فهنا في بنسلفانيا تبدو جدليات واشنطن حاضرة ما بين من قابلناهم. مشروع أوباما للرعاية الصحية الحالي مكلف جدا بالنسبة لي. الهم الأكبر في هذه الأيام هو تشريعات الرعاية الصحية التي وضعها الرئيس أوباما ووعود ترامب بإزالتها واستبدالها، وما بين مؤيد لتلك التشريعات ومعارض لها يوضع البيت الأبيض وأداؤه على المحك. أعتقد أنه في مجتمع غني كمجتمعنا الجميع يستحق رعاية صحية مهما كان مستوى دخلهم، وأعتقد أن الرئيس ترامب لم يكن صادقا عندما قال بأنه سيحمي الأمريكيين، فهو الآن يحاول أن يحرمهم من الرعاية الصحية. الاختلاف حول كلفة الرعاية الصحية ممتد ولكنه ليس النهاية، فمن يدعم الرئيس ترامب يرى بأن ما يقدمه الرئيس هو جزء من وعود انتخابية دفعت بهم لأن يصوتوا له، وهذه التعديلات هي في صميم ما يتمنون أن ينجز. مشروع الرعاية الصحية الجديد أقل كلفة من السابق، وهذا أمر جيد لأنه سيساعد الناس غير القادرين على الدفع، وأعتقد أنه يمكن تطوير النظام الجديد بصورة أفضل. ما بين السطور يمكنك أن تقرأ حدة الخلاف الذي يحمل في مضامينه أملاً بالنسبة للبعض، لكنه قد يسبب بخسارة البعض الآخر لرعاية لم تكن متوفرة سابقاً. أنا معارض جدا لإلغاء نظام الرعاية الصحية أوباما كير، فأنا أستخدمه منذ سنوات ولا يكلفني الكثير، وهذا النظام الصحي مهم بالنسبة لنا لأننا لا نمتلك وظائف تتكفل بالرعاية الصحية. ورغم أن الرياح قد لا تأتي بما يشتهي البعض، لكن التغيير الذي تشهده السياسات في واشنطن سيؤثر بطريقة أو بأخرى على مجريات الحياة داخل بل وحتى خارج الولايات المتحدة في بعض الأحيان. ملف الرعاية الصحية يبدو أكثر الملفات جدلية في أول أعوام الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض. هذا الملف يطرح تحديات اقتصادية وتحديات أخرى اجتماعية ورثها الرئيس دونالد ترامب عن سلفه الرئيس باراك أوباما، ويتمنى الأمريكيون أن تطرح حلولا جذرية لهذه القضايا وبطريقة رئاسية. علي الزبيدي لليوم على الحرة من جيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.